صباح الخير عليكم، وإن شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحة فطوركم. اليوم إن شاء الله حبيت نتقاسم معكم ce joli fraisier. درتو pour une occasion spéciale, l'anniversaire تاع وليدي. Donc قعدوا معايا تشوفوا la recette qui est bien détaillée. نبداو بسم الله. هنا راني رايحه ندير ان فريزي كلاسيك ريسيت دو دي او بي تاعي اون باتيسري. وكيما نعرفوا لو فريزي فيه اون جينواز، فيه كريم موسلين اي دي فريز. نبدا نخدم لا جينواز تاعي. عندي هنايا 4 بيضات، نزيد عليهم 120 غرام سكر ونضربهم مليح بوندون ا بيبري ان كار دور. بون انا هنايا زربت لا فيديو، مي دربتهم 15 دقيقه. من بعد نبدا نزيد في الفارينه. عندي 120 غرام تاع فارينه مع قرصه ملح ونص مغرفه تاع فاني، والفارينه نزيدها على 3 خطرات ونخلط بيان بلا ماغيز. نخلط ديليكاتمون من تحت للفوق بلا ما نطيح لاباغايا جينواز. وانا هنايا راح ندير اون جينواز اون بلاك، تقدروا طيبوها في ام مولغون. وإلا طيبتوها في ام مولغون تجيكم اون جينواز شويه عاليه فيها ابوبري 4 سنتيمتر، تقسموها على زوج. ونفرغ لاباغيا جينواز دون اون بلاك، نحطها طيب على 180 درجه من 10 حتى 13 دقيقه. فوالا طابت لا جينواز تاعي. نوري لكم ليبيسور ديالها كامل كيف كيف، باسكو انا جلي بيان ايتالي، دونك ما كاش جهه طالعه على جهه. دوك هنا في ليتاب هادي نوري لكم راني حندير نوجد بور لا بات داموند. عندي هنا 100 غرام تاع لوز مرحي، نزيد عليه 80 غرام تاع سكر غلاس. اي دو بريفيرونس نجوزهم في الغوبو باش تكون عندي هنايا اون بودغ فين كيما بور لي ماكارون. هكا لا بات داموند تجيني شابه وليس. وبيان سور نصفيها ولا نسيرها. دوك انا عندي هنايا هذا لو سيرو كنت وجدته بور لا جينواز، ومن بعد نقول لكم كيفاش درتو. وعندي هنايا بلون دوف، نطم لا بات دامون تاعي سوا بالبلون دوف ولا بالسيرو ولا لي دو على فوا. انا حنديرهم بين زوج، دونك ندير شويه سيرو شويه بلون دوف وندير كولورون فيغ باسكو سي لا كولور بريفيري دو مون فيس. دوك هنا حنوجد لا كريم باتيسيير. عندي هنا 500 مليلتر تاع حليب نحطها تسخن. وفي البول هنا عندي زوج بيضات، نزيد عليهم 100 غرام تاع سكر ونزيد عليهم 45 غرام تاع نشا. واللي ما تحبش دير دي زو اونتي تقدر دير 5 جون. كي يسخن مليح الحليب نفرغو على هاد لو ميلونج ونرجعو في لاكاسرول. بصح كيما راكم تشوفو انا لاكاسرول نغسلها قبل ما نعاود نرجع فيها لاكريم، باسكو هادوك لي ديبو تاع الحليب كي يسخن يقعدو، من بعد كي نعاود نحط نرجع لاكريم فيها تلصق لي، دونك جو بريفير نغسلها. ونحب نصفي خاطش درت دي زو اونتي. هكا الا قعد لي شويه بلون ما تخلط ليش مليح راهو يقعد في الصفايه. وبيان سور لا كريم باتيسيير نخلطها مليح ما نحبسش، ولازم تغلي 1 أو 2 مينوت. من بعد ندير لها بيتي مورسو دو بور ونفرغها دون ان بلا، نغطيها او كونتاكت ونخليها تبرد. هنا رايح نوجد لا كريم موسلين. اون اتوندون لازم لا كريم باتيسيير تبرد مليح قبل ما نزيدها على الزبده. هنا عندي 225 غرام دو بور، لازم يكون مو طري بزاف. دوك هنا نعطيكم دي كونساي نصائح باش لا كريم موسلين تجيكم مليحه. الزبده لازم تكون طريه يعني تكون بوماد، ولا كريم باتيسيير كي نقول لازم تكون بارده ماشي معناتها تكون 4 دوغري يعني غير كيما تكونوا جبتوها من الفريجيدير، نو تكون ابوبري 20 دوغري هكاك. و لا كريم باتيسيير هادي لي دوكا طيبتها لا كونتيتي تاعها تجيني ما بين 600 حتى 750 غرام، وهذه هي لا كونتيتي لي توالم لا كونتيتي تاع الزبده اللي درتها اللي هي 225 غرام. وكيما شفتو نبدا ندرب الزبده تاعي مليح، ونبدا نزيد عليها لا كريم باتيسيير على 3 خطرات وندرب مليح.
فوالا كيفاش جات شابه ومهويه. دوكا غادي نحطها دون اون بوشادوي باش نبدا ندير لو مونتاج. دوك نجي لا جينواز تاعي، لازم هنايا نقسم دو ديسك يكون ديامتر ديالهم قل من ديامتر اللي رايحه نمونتي فيه لو فريزيي. هنايا ديامتر تاع هاد لي دو اسيات 20 سنتيمتر، و لو سيركل اللي راح ندير فيه لو مونتاج تاع لو فريزيي لو ديامتر ديالو 22 سنتيمتر. في هاد لا ريسيت انا حنعطيكم لي ميزور اكزاكت بور ان سيركل دو 22 سنتيمتر باسكو لي ايتوديي هاد لا ريسيت، سي اون ريسيت تاع دي او بي اون باتيسري. دوك هنا نجيبو لي فريز، لازم نخير انا دي فريز يكونوا كامل قد قد كامل لو ميم كاليبر باش لو فريزي يجي شباب باسكو هادو ما رايحين يبانو. عندي هنا ان سيركل دو 22 سنتيمتر، ان سيركل دو مونتاج، ندير له غدويد لداخل باش يسهل عليا كي نجي نحي لو سيركل. فوالا نوريلكم لو سيغو اللي كنت وجدتو باش نبي بلا جينواز. كيفاش نوجدو؟ عندي 140 غرام تاع ما، نزيد لهم 70 غرام تاع سكر ونخليهم يغليو كالكو مينوت، زعما 4-5 مينوت، وبيان سور نكون زدت لهم اون ترونش دو سيترون ونطفي عليه ونخليه يبرد. كنت بديت نبيبي لا جينواز، مي جو بريفير حتى نحط لي فريز باش نبدا نبيبي فيها. اي لو سيركل دو مونتاج نحطو ديريكتومون في لو بلا اللي راح نقدم فيه، ولا لو بلا دو سيرفيس تاع لو فريزي، باسكو من بعد لو فريزي مانيش راح نقدر نرفدو. ويلا عجبتكم لاشين تاعي ابونيفو و اكتيفيو لا كلوش، يعني فعلوا الجرس هذاك الازرق اللي يجي، باسكو كاين بزاف ناس اللي قالوا لي بلي ما يجيوهمش لي نوتيفيكاسيون تاعي كي نحط اون فيديو. ونشكر كامل الناس اللي تبعوني واللي خليو لي دي كومونتير. شوفوا هنا كيفاش نبدا نحط في لا كريم موسلين. هنايا نحطها نبدا في لي كوتي مع لي فريز بور بيان لي كالي وين كاينين الفراغات باش يشدوا روحهم مليح، ومن بعد ندير في الوسط. وندير دي فريز في الوسط، نكون قطعتهم صغار دونك كل واحد كيفاش يحب. بارفو ندير دي فريز كوم يعني دي فريز يكونوا ماشي مقسومين جوستومون الا كانوا صغار، مي الا كانوا كبار جو بريفير نقسمهم. ونحط لو ديسك لو دوزيام ديسك دو جينواز من الفوق، وبيان سور نزيد نبيبي مليح لو دوزيام ديسك دو جينواز. شوفوا هنا تاني كي ندير لا كريم موسلين، نبدا توجور وين كاين الفراغ، ومن بعد باش نروح للوسط. هاد لا كونتيتي تاع لا كريم موسلين اللي مديتها لكم سي اون كونتيتي اللي تكفي لان سيركل دو 22 سنتيمتر، دونك ما يبقى لكم والو منها. هنا دوكا لا سيرفاس تاع لو فريزي لازم يفو بيان لا ليسي ونحطوه يبرد. نولي لا باتا تاعي نتاليها اونتر دو بابيي سلفوريزي، نتاليها مليح ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه بزاف. وكنت انا لو فريزي نحيت لو سيركل غسلته ونقسم به لا باتا داموند، اي ميم لا كونتيتي تاع لا باتا داموند اللي عطيتها لكم تكفيكم بور ان سيركل دو 22 سنتيمتر، دونك ما يبقى والو منها غير هاد لي شوت اللي راكم تشوفوا فيهم في لي كوتي. هنا يفو با اوبليي لازم نحي لو غودويد. دوكا لو مومون دو فيغيتي، لازم نحط ديليكاتمون لو ديسك تاع لا بات داموند فوق لو فريزيي، و لو فريزيي لازم يكون بارد و نسيي ليسي شويه لا سيرفاس بالبابيي سوبالان. انا نحب لا ديكوراسيون تكون شابه وتكون سامبل، دونك هنا جي يوتيليزي هاد ليليمون دو ديكور ودرت لا بودر دور، خلطت لها شويه تاع جو دو سيترون وخدمت بالبانسو. كيما راكم تشوفوا هاوليك لو ريزولتا، ان شاء الله يكون عجبكم. وانا كي كملتو شبهتو شويه الكراكو. ان شاء الله نكون عطيتكم دي زيدي اي دي كونساي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، تبقاو على خير وصحه فطوركم.